إلى الشأن الإنساني وشؤون النازحين في الشرقاطة، حيث قال قائم مقام قضاء الشرقاط على علي الدودح إن الحياة في القضاء مشلولة تماما بسبب قطع الطرق والإمدادات عن القضاء. الدودح نفى وجود أي استعدادات لوزارة الهجرة أو حكومة صلاح الدين لاستقبال النازحين من الشرقاطة، مشيرا إلى وجود مخيم واحد في سايلو الحجاج قد يستوعب 1000 شخص في وقت وصل فيه عدد النازحين إلى نحو 50 ألفاً.